سمعنا كتير عن أنواع السحر اللي بتتعمل للبني آدم، من سحر أسود وسفلي، وممكن يكون السحر ده معمول بغرض الموت أو المرض أو وقف الحال أو الرزق أو التفريق بين الزوجين وغيره كتير. أهو أي أذى وخلاص بيعمله الشخص الحاقد والمؤذي للشخص اللي بيكرهه ويحقد عليه. لكن عمرك سمعت عن سحر سرقة العمر؟ بمعنى أوضح ده نوع من أنواع السحر، من خلاله بيقدر الساحر ياخد عمرك يحطه على عمر الشخص اللي بيسحر لك، وبيعتبر من أغلى أنواع السحر في العالم. لو أول مرة تسمع عنه اعمل لايك وتابع الفيديو للآخر. يلا نبدأ على طول. أشهر قصة عن السحر ده حصلت في الصين في القرن الـ18. بيحكي راجل اسمه شامان، وده كاهن صيني وتحديدا طارد أرواح. بيقول شامان في مرة من المرات جالي راجل وبنته اللي عندها 15 سنة بيشكي سوء حال بنته وتدهور حالتها الصحية، وإنها بعد ما كانت نشيطة جدا وما بتقعدش في مكانها وبتعمل كل واجباتها وزيادة بقت هزيلة وضعيفة وشبه مش بتاكل، وعلى طول قاعدة في مكانها يا إما نايمة ومش قادرة تتحرك. ورحت لدكاترة كتير جدا بالبنت عشان يعرفوا سبب التحول المفاجئ لحالها، بس كلهم أجمعوا إن البنت ما عندهاش أي مرض عضوي ومش لاقيين لها حل. فأنا لما غلبت وما لقيتش حل قلت يمكن في سحر أو حاجة اتعملت لها، فقررت أجيلك أرجوك حاول تعالج بنتي. بدأ طارد الأرواح شامان يبص على البنت ويفحصها، وأخد باله من حاجة غريبة قوي. الحاجة دي كانت جرح كبير في كف البنت، من كتر ما الجرح كبير باين إن الجلد بتاع الكف وتحديدا المنطقة اللي بيبقى فيها خط العمر مش موجود، كأن حد سلخ الجلد ده وشاله بحاجة حادة. فسأله شامان عن سبب الجرح ده وازاي حصل. البنت بدأت تحكي وتقول أنا كنت بزور واحدة صاحبتي وكنت عندها في البيت، وقدمت لي حاجة أشربها، وما شربتها وقعد أغمى عليا في ساعتها، وما فقت لقيت إيديا متعورة ومتبهدلة بالشكل ده، وما سألتها إيه اللي حصل فيا صاحبتي ردت عليا وقالت لي أنا وقعت أغمى عليا، ولما وقعت على حاجة أزاز وعورتني، وأنا ما خدتش في بالي وعملوا لي الإسعافات الأولية وروحت وخلص والموضوع خلص. شامان عرف ساعتها إن البنت اتعمل لها سحر من أخطر أنواع السحر، وهو سحر سرقة العمر، وطلب من البنت وأبوها إنهم لازم يعرفوا مكان صاحبتها دي، ولازم يسترجعوا الجلد بتاع كف البنت الضحية، لأن الحتة دي بالذات من الكف هي اللي بتعمل بيها النوع ده من السحر. فعلا راحوا البيت اللي كانت زارتها قبل كده فيه، واكتشفوا انها سافرت بره البلد وبقوا ما بيعرفوا لهاش طريق. وللأسف البنت حالتها فضلت تسوء كل يوم عن اللي قبله لحد ما توفت بعد أقل من سنة. وفي حكاية تانية شبيهة لحكاية البنت اللي حكيتها لكم دلوقتي، بس حصلت في اليابان. تعالوا نعرف مع بعض ايه أصل النوع ده من السحر وجه منين. معروف عند السحرة باسم سحر الكابالا، وهو سحر بتمديد عمر الشخص اللي بيقصد الساحر وبيسرق العمر ده من الضحية من خلال جلد الكف اللي بيبقى مرسوم عليه خط العمر. بيتاخد قطعة الجلد من الضحية بأي طريقة وبيروحوا بيها للساحر، وهو بيعمل بعض الطقوس اللي من خلالها بيقدر يسرق عمر الضحية ويضمه لعمر الزبون اللي جاله. أصل النوع ده من السحر كان منتشر ومعروف بشدة عند اليهود، ومع الوقت انتشر بكثرة في دول جنوب شرق آسيا وبالذات في الصين واليابان وكوريا، وبعدها اتنقل لجنوب أفريقيا، وهنا اتطور أكتر لأنه اضاف عليه بعض الطقوس والتعاويذ فزادت من سوقه وبقى أفظع من الأول بمليون مرة، وبقى سعره غالي جدا ويصنف من أغلى أنواع السحر في العالم، لأن الكارثة كمان إنهم بيعتمدوا فيه وبشكل أساسي على خطف الأطفال. بيخطفوا الطفل ويجيبوه وبعدين يقطعوا قطعة الجلد دي من كفه عشان ينقلوا بيها عمر الطفل للرجل أو السيدة المسنة، بمعنى أصح عشان تمد في عمرها، وبعدين بيقتلوا الطفل الصغير ده او يرموه في اي حتة. عشان كده خطف الاطفال بالذات منتشر حوالين العالم بكثرة، لانهم بيتباعوا للسحرة عشان يستعملوهم في انواع كتير جدا من السحر، مش سحر الكابالا بس، وبيتباعوا كمان لعبدة الشيطان لانهم بيقدموهم كقرابين للشيطان، ده غير طبعا تجارة الاعضاء والتسول. نرجع لموضوعنا، بعد ما بياخدوا قطعة الجلد دي من الطفل بتتخيط بطريقة غريبة جدا، بحيث ان خط العمر اللي في قطعة الجلد يكون متماشي مع قطعة الجلد اللي موجودة في كف الشخص المستفيد، وبتتم العملية دي عن طريق الطب الشعبي القديم وبعض الطقوس السحرية،
وبكده عمر المستفيد يتمد وعمر الضحية بينتهي، والحل الوحيد لإبطال النوع ده من السحر إنهم يمسكوا السحر والشخص اللي قصده عشان يعملوا السحر ده، ولازم بأي طريقة يرجعوا قطعة الجلد اللي اتعمل عليها السحر، وبيرجعوها للضحية وبيتعمل عليها بعض الطقوس واللي من خلالها بتكسر السحر اللي اتعمل عليها. وطبعا الكلام ده شبه ما بيحصلش، لان الناس اللي بتستعمل النوع ده من السحر غالبا بتبقى مسافره من قاره لقاره عشان تعمله في مكان بعيد تماما عن موطنها الاصلي عشان محدش يلاقيهم تاني. الواحد كل يوم بيكتشف انواع جديده من السحر، وبيكتشف انه عالم كبير جدا وغامض وما نعرفش عنه غير بعض الرتوش اللي هي ولا حاجه جنب الجانب الحقيقي للي بيحصل فيه. وبتكشف قد ايه في ناس فجرت والسواد نمص على قلوبهم لدرجه انهم بقوا مش عارفين الصح من الغلط ولا الحلال من الحرام. يقصشني في الزمن اللي احنا فيه ده اقول لكم ان ما بقاش ينفع نثق في حد بنسبه 100% مهما كان قريب مننا، ولازم عينيكم تبقى في وسط راسكم وتخلي بالكم على اطفالكم لانهم بقوا عباره عن سلعه في تجاره رابحه لعديم الضمير. ربنا يحفظ اولادنا جميعا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. وطبعا احب اقول في الاخر الاعمار بيد الله. دي كانت حلقتنا النهارده، لو الحلقه عجبتك يا ريت تدعم القناه وتعمل لايك للفيديو لانه بيساعد في نشر القناه اكتر، ولو عجبك المحتوى اعمل سبسكرايب، سيب لي كومنت وقول لي رايك في السحر وانواعه، ولو عندك اي معلومه زياده عن اللي قلتها يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات. استنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل، كانت معاكم تيا. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.